وفي حالة غير حضارية يتكرر الاعتداء على قطار بغداد البصرة بالحجارة من قبل أشخاص تؤدي إلى تكسير زجاج مقطورات القطار وإصابة بعض المسافرين. الحالة الجديدة حدثت أثناء مرور قطار بغداد البصرة في منطقة الرمالة في البصرة، حيث أن حجم الضرر الذي سوف نشاهده يؤكد من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أن من قام بهذا الفعل ليس بطفل. والسؤال هنا، ما السبب وراء الاعتداء والتخريب على قطار ينقل مدنيين من بغداد إلى البصرة؟ دعونا نشاهد المقطع التالي. عمودي يقول لك الطوارن، يقول لك يصير براسنا خير. باهر شو القطار واحنا قاعدين مربونة طابو باهر. هذا الشعر شوف الشعب العراقي العظيم.